صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. Welcome to another session of Conjugating or Levantine Arabic verbs. The verb for today is رد. رد, which means to reply, answer or respond. Kindly note, this verb is a double verb. However, it doesn't make much or any difference in dialect. Let's have a look at the past tense. أنا رديت. انت رديت انت رديتي نحن ردينا انتو رديتو هو رد هي ردت هن ردوا انا رديت انت رديت انت رديتي نحن ردينا انتو رديتو هو رد هي ردت هن ردوا انا رديت انت رديت انت رديتي نحن ردينا انتو رديتو هو رد هي ردت هن ردوا The present tense. أنا برد. أنت بترد. أنت بتردي. نحن بنرد. أنتو بتردو. هو بيرد. هي بترد. هن بيردو. أنا برد. أنت بترد. أنت بتردي. نحن بنرد. أنتو بتردو. هو بيرد. هي بترد هن بيردوا انا برد انت بترد انت بتردي نحن بنرد انتو بتردوا هو بيرد هي بترد هن بيردوا The future tense أنا رح رد. I will reply. I will answer. أنا رح رد. أنت رح ترد. أنت رح تردي. نحن رح نرد. أنتو رح تردو. هو رح يرد. هي رح ترد. هن رح يردو. أنا رح رد. أنت رح ترد. أنت رح تردي. نحن رح نرد انتو رح تردو هو رح يرد هي رح ترد هن رح يردو انا رح رد انت رح ترد انتي رح تردي نحن رح نرد انتو رح تردو هو رح يرد هي رح ترد هن رح يردوا The passive voice مردود 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 The verbal noun رد 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 The imperative رد ردي ردوا رد ردي ردوا The active participle رادد رد ردين رادد رد ردين رادد رد ردين آسفة نسيت رد على رسالتك امبارح آسفة sorry feminine talking نسيت I forgot رد to reply على رسالتك to your message to your letter امبارح yesterday فيك تردي على الزبون بالإيميل فيك تردي can you feminine reply على الزبون to the client بالإيميل via email هو ما عم يرد على تليفوناتي شبو هو ما عم يرد he's not answering على تليفوناتي my phone calls
هو ما عم يرد على تليفوناتي. He's not answering my phone calls. شبو. What's the matter with him? What's the wrong with him? شبو. What's the matter with him? What's the wrong with him? And this is a phrase we tend to use in dialect to ask, you know, what's the matter? What's the wrong with the person you're asking about? So, but again, it's not such strong like in English. Sometimes people get sensitive around the phrase what's the wrong. In Arabic, is absolutely fine. So you could say شبو. What's the matter? Or is an issue. أنا بانتظار ردكم بخصوص الطلبية. أنا بانتظار ردكم بخصوص الطلبية. أنا بانتظار, I'm waiting, ردكم, your answer, your reply, talking to you group of people, بخصوص, with regards. بخصوص, with regards. الطلبية, the order. بتعرفي إمتى رح يردوا علينا؟ بتعرفي, do you know, feminine, إمتى, when. رح يردوا, they will reply, علينا, to us. Do you know when they will reply to us? رح نفكر بالموضوع ورح نرد بأقرب فرصة. رح نفكر بالموضوع ورح نرد بأقرب فرصة. رح نفكر, we will think, بالموضوع, on the topic, we'll think about the topic, we'll think about the subject. ورح نرد, and we will reply, بأقرب, at the nearest, فرصة, opportunity. أقرب, nearest, فرصة, opportunity. Let's have a look at the present continuous. أنا عم رد. أنت عم ترد. أنتي عم تردي. نحنا عم نرد. أنتو عم تردوا. هو عم يرد. هي عم ترد. هن عم يردوا. أنا عم رد. أنت عم ترد. أنتي عم تردي. نحنا عم نرد. أنتو عم تردوا. هو عم يرد. هي عم ترد. هن عم يردوا. أنا عم رد. أنت عم ترد. أنتي عم تردي. نحنا عم نرد. أنتو عم تردوا. هو عم يرد. هي عم ترد. هن عم يردوا. Now let's have a look at the near future of the going to form. أنا رايح أرد. I'm going to reply. I'm going to answer. أنا رايح أرد. أنت رايح ترد. أنتي رايحة تردي. نحنا رايحين نرد. أنتو رايحين تردوا. هو رايح يرد. هي رايحة ترد. هن رايحين يردوا. أنا رايح أرد. أنت رايح ترد. أنتي رايحة تردي. نحنا رايحين نرد. أنتو رايحين تردوا. هو رايح يرد. هي رايحة ترد. هن رايحين يردوا. أنا رايح أرد. أنت رايح ترد. أنتي رايحة تردي. نحنا رايحين نرد. أنتو رايحين تردوا. هو رايح يرد. هي رايحة ترد. هن رايحين يردوا. Finally, let's have a look at the present perfect continuous. أنا صار لي عم رد. I have been answering. I have been replying. أنا صار لي عم رد. أنت صار لك عم ترد. أنتي صار لك عم تردي. نحنا صار لنا عم نرد. أنتو صار لكم عم تردوا. هو صار له عم يرد. هي صار لها عم ترد. هن صار لهن عم يردوا. أنا صار لي عم رد. أنت صار لك عم ترد. أنتي صار لك عم تردي. نحنا صار لنا عم نرد. أنتو صار لكم عم تردوا. هو صار له عم يرد.
هي صار لها عم ترد هن صار لون عم يردوا انا صار لي عم رد انت صار لك عم ترد انتي صار لك عم تردي نحنا صار لنا عم نرد انتو صار لكم عم تردوا هو صار له عم يرد هي صار لها عم ترد هن صار لون عم يردوا. As usual, on the left-hand side, you get the translation, so pause, write these amazing vocabulary down to scrapbooks and try to practice them. As usual, we'll end today's session here, and if you like the session, don't forget to give it a big thumbs up and share with your friends and family, so hopefully they as well enjoy as much as you are. Till next time, stay safe. Ma salame.